Das Geheimwissen des Islam. علم الإسلام المكتم. قبل حوالي 1000 من السنين نشأ نظام عالمي جديد، واندلعت حرب طاحنة على مدينة القدس قاتل فيها النصارى ضد المسلمين. ومما لا يعرفه إلا القليل أن المسلمين إذاك كانوا يمتلكون من التقنيات ما لا يعرفه الأوروبيون. هذا وأكثر منه ترونه بعد قليل في عالم العجائب. أهلا بكم مع إصدار جديد من إصدارات عالم العجائب. موضوعنا اليوم هو علم الإسلام الدفين المكتم. إن صورة الإسلام السائدة عندنا في يومنا هذا منشأها تصرفات بعض المسلمين المتطرفة التي أفضت عليه روح العنف والقمع، إلا أن حقيقة هذا الدين تختلف عن ذلك كله. فسيروا معنا في رحلة تاريخية نطلع فيها على زمن الحملات الصليبية، حيث كنا نحن المسيحيين الأوروبيين سببا مباشرا في تأجيج الحروب ونشر العنف ورواد أكبر عملية اختلاس للعلم عرفها التاريخ البشري. ومن العجيب أنه لا يكاد يدرس في مدارسنا ما نمتن به للحضارة العربية من شكر. قبل حوالي 1000 من السنين نشأ نظام عالمي جديد، كانت بدايته حربا طاحنة على مدينة القدس قتلنا فيها نحن النصارى ضد المسلمين. وكان عند المسلمين من التقنيات ما يفوق ما عند الأوروبيين بكثير، فقد كانوا يستخدمون أنواعا من النظارات والساعات الفعالة، بينما كان النصارى ينتهجون نهج التجسس الصناعي على المسلمين على نطاق واسع. وكانت الكنيسة ترى في تفوق المسلمين التقني عملا شيطانيا، لدرجة أنها كانت تمكث العلوم الطبية الإسلامية، مما دفعها إلى سرقة هذه العلوم والمعارف وجعلها خبيئة دهاليز الكنيسة المظلمة لمئات من السنين وإلى يومنا هذا. إن السبب في نشوء مثل هذا التصور الخاطئ للإسلام في أذهاننا يعزى إلى أن التاريخ كان يكتب من قبل المنتصرين، وكانوا في هذه الحالة رهبانا متمرسين في أصول اللغة اللاتينية متعصبين للدين المسيحي، يرون في الإسلام عدوا لدودا لديانتهم. وفي سنة 1187 وصل الصراع الإسلامي النصراني ذروته، وكان الجيش الإسلامي الجرار يعد العدة للمعركة الفاصلة ضد الصليبيين تحت قيادة القائد المحنك السلطان صلاح الدين، الذي كان على يقين لا يخالطه شك أن النصر لا يكون بالعقيدة والمعنويات القتالية العالية فحسب، بل يجب أن يكون إلى جانب هذا كله الاستعداد التقني والتكتيكي. وكانت هذه نظرة القادة المسلمين الأنموذجية لهذا الأمر إذاك. إن هذا الدين الجديد شجع العلوم وأعطاها دفعة إلى الأمام، وجعل طرازا من البشر يسعى في تحصيل العلم والمعرفة بنهم شديد، ونمى عنده قدرة الاختراع والابتكار، وفتح الباب أمام كل الناس ليصبحوا علماء، فالحضري والبدوي يمكنهما أن يصبحا عالمين. كان المقاتلون المسلمون واثقين من النصر، مؤمنين بقدراتهم، وعلى ثقة كبيرة بأنفسهم أنهم يستطيعون مواجهة قوة الصليب العسكرية الضاربة. وبينما كان المسلمون يعتمدون على التكتيكات العسكرية في استعدادهم للمعركة، كان الفرنجة أو الصليبيون كما يسميهم المسلمون يعتمدون على التسلط العسكري والتعصب الديني، وكان أمراء حربهم يدفعون بجنودهم إلى ساحات الوغى التي لا تعرف الرحمة رغما عن أنوفهم وهم لذلك كارهون. فقد ساعدهم هذا التشدد في السيطرة على مدينة القدس، إذ أنهم يحتلون هذه المدينة المقدسة منذ حوالي 100 سنة. إن مدينة القدس مقدسة عند المسلمين والنصارى، فقد ورد في القرآن أشهر كتب المسلمين أن نبي محمد عرج به من القدس إلى السماء، وورد في الإنجيل كتاب النصارى أن النبي عيسى قبض عليه وصلب ودفن فيها.
إن الارتباط الديني لكلتا الطائفتين المتحاربتين بالمدينة أدى إلى أن لا تعرف هذه الهدوء لمئات من السنين. ففي بداية شهر تموز لسنة 1187 التقى جيشان عظيمان في منطقة حطين بين طبرية التي كانت تحت سيطرة المسلمين وصفورية التي كانت تحت سيطرة النصارى، حيث دارت رحى المعركة الفاصلة بينهما. وبينما كان جيش المسلمين يستعد للمعركة، كان علماؤهم يعملون على تطوير تفوقهم التقني على الفرنجة. أنا ابن الأثير، تلميذ الأستاذ بهاء الدين، أكبر علماء عصرنا. أريد أن أعلم ما بداخل هذه الصندوق، وسأستغل غياب الأستاذ لإلقاء نظرة على محتواها. صبرا يا بني، صبرا، إن هذا كفل جديد لا يفتحه إلا من يضع هذه المؤشرات المعدنية في مواضعها الصحيحة. Ich verstehe nicht ganz. Was für einen Sinn hat die Vorrichtung? في القرن الثاني عشر طور العالم المسلم القزاري عدة أجهزة تقنية، منها أول كفل في العالم يحتوي على 4 أقفال صغيرة، شفر لكل منها ب12 حرفا للحماية من أي اختراق. هذا الكفل صنع خصيصا لإقفال صندوق، وتمت إعادة بنائه حسب مخطوطة يدوية خطت له في القرن الثاني عشر، ولا يحتاج الإنسان إلى مفتاح لفتحه، فعليه أن يعلم شفرته ويضع مؤشراته المعدنية في مواضعها الصحيحة. عندها تنفك أسنانه وأعمدته الداخلية عن بعضها البعض وينحل عن الصندوق بكل سهولة. wieder von der Truhe abnehmen. Ah, so also funktioniert das Schloss. هكذا إذن يعمل هذا الكفل. لم أرى شيئا كهذا من قبل. الأستاذ بهاء الدين يريني ما بداخل هذه الصندوق، كتاب، وأنا أسأله ما قيمة هذا الكتاب حتى يحفظ بهذه الصورة. إنه كنز الإسلام الكبير، كتاب العلم. إنه يخبرني أن هذا الكتاب يحتوي على جل العلوم الإسلامية بما فيها من مخترعات علماء مسلمين لم يسبق أن رأها أحد، والتي ستساعدنا في تحقيق النصر. إن الذي شجع العلوم عند المسلمين هو أنهم سخروها في تطبيق تعاليم دينهم، und zwar um dem Islam zu größerer Geltung zu verhelfen, um den muslimischen Glauben richtig auszuleben. فهذا الحماس الديني جعل التقنيين المسلمين يطورون أجهزة دقيقة لقياس الزمن. كهذه الساعة الوعائية التي بناها القزاري في القرن الثاني عشر، والتي هي أنموذج مطور للساعة الرملية، فهي تحتوي على وعاء علوي وآخر سفلي، ويجري الماء من الوعاء العلوي إلى السفلي، ويحتوي الوعاء العلوي على عوام مدعوم بنظام حبال وبكرات وكرة مربوط بمؤشر زمني في أعلى النظام يحركه هبوط مستوى الماء في الوعاء العلوي ليشير إلى الزمن. إن هذه الأجهزة التقنية الرائعة لم تبنى من أجل الدقة في قياس الزمن فحسب، بل من أجل أهداف أخرى. لقد بنى المسلمون هذه الساعات من أجل تحديد أوقات الصلوات الخمس من ناحية، وكزخارف جميلة خلابة من ناحية أخرى. لم يكن الباحثون المسلمون رواد عصرهم في مجال التقنيات فحسب، بل برعوا في مجالات أخرى. الأستاذ بهاء الدين اختارني له مساعدا وخليفة، لذلك علي أن أعلم الكثير عن إنجازات أسلافنا. ما هذا الحجر؟ لم أرى شيئا كهذا من قبل. الأستاذ يبين لي أن هذا زجاجا مصقولا يحسن قوة عينيه البصرية.
وقد علمت أن اليونانيين القدماء درسوا كيفية عمل العين. لقد طور العالم العربي ابن الهيثم في القرن الحادي عشر هذه الدراسات اليونانية، ووجد أن الزجاج المصقول يكبر المرئيات ويحسن قدرة العين البصرية. إنه من المدهش ما وصل إليه علماؤنا من تفوق علمي على نظرائهم من الباحثين والعلماء، إلا أن مقاتلينا لم يستخدموا هذا التفوق في حربهم ضد الفرنجة. وأسأل أستاذي لماذا لا ننتصر عليهم في معركة واحدة حاسمة فاصلة؟ فيجيب: إن هذا يعزى إلى تشتت وتفرق شملنا وتنازعنا، مما جعلنا غير قادرين على بناء جيش قوي ضارب موحد، إلا أن هذا كله تغير تحت إمرة السلطان صلاح الدين الذي استطاع توحيد المسلمين وبناء جيش جرار قيامه 30,000 مقاتل. الأستاذ بهاء الدين يعلمني تكتيكات المعركة، فهو على قناعة تامة أن النصر لا يكون إلا باستغلال جل الإمكانات والموارد ومواضع ضعف العدو. إن قسورة جيش المسلمين وهي مجموعة الرماة أهم المجاميع القتالية فيه، فهي مدربة على الفروسية والرماية بالسهام والنطح بالنبال عن بعد، ثم الالتفاف على العدو وتطويقه وإنطاره بالسهام والنبال. بينما كان الصليبيون مدربين على القتال القريب، متدرعين ومتترسين بالدروع والتروس الحديدية الثقيلة التي تسلبهم خفة الحركة، إذ كانت تصل إلى 40 كيلوغراما مقابل خفة عدوهم وسرعة حركته. إلا أنهم من العسير هزيمتهم في القتال القريب. أخشى كل الخشية أن لا نستطيع استغلال امتيازاتنا. هؤلاء المقاتلون المتعصبون. يجب أن ننتصر غدا، يجب أن ننتصر. Ungefähr so könnte die Schlacht bei Hattin vom 4. Juli 1187 ausgesehen haben. هكذا تقريبا كانت هيئة معركة حطين سنة 1187. كان قوام جيش الفرنجة 25,000 مقاتل وقوام جيش المسلمين 30,000. كان المشاة قلب الجيش الإسلامي والرماة ميمنته وميسرته، وبينما اشتبك قلب جيش المسلمين صاحب الصفوف المتراصة التي تزيد من قوته وبأسه مع ما يليه من جيش النصارى، التفت مجموعة رماة جيش المسلمين على الصليبيين وأمطرتهم بالسهام. إذ أن الفرنجة لم يعهدوا أساليبا قتالية كهذه من قبل، فلم يستطيعوا فكاكا، وتعبوا بسرعة وهزموا وخسروا المعركة، وكسرت شوكتهم ودمر جيشهم وسقطت القدس في أيدي المسلمين. وبهذا أنهى السلطان صلاح الدين سيطرة الصليبيين على المدينة بعد أن دامت 100 سنة، وأذن لسكان المدينة النصارى وفلول جيشهم المنهزم بمغادرة المدينة دون أن يمسهم بسوء أو أذى. إلا أنه لم يعلم أن هذا النصر كان بابا دخلت منه التقنيات والعلوم العربية إلى أوروبا. etwas gewinnen und zwar diese DV-Kamera von Eitel. Klein, aber enorm leistungsstark und sie zeichnet ganz ohne Band auf. Alles, was Sie tun müssen, ist mir folgende Frage zu beantworten. Wie viele Muslime gibt es weltweit? Eins über eine Milliarde oder zwei über eine Million? Rufen Sie uns an unter 01379 06 22 22 oder senden Sie eine SMS an die 60500 mit WDW1 oder WDW2. Bitte zwischen den Buchstaben und Zahlen kein Leerzeichen lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Sieg über die Kreuzfahrer bringt den Muslimen zwar die Herrschaft über Jerusalem zurück, aber trotzdem kehrt noch lange kein. إن هذا النصر على الصليبيين مكن المسلمين من السيطرة على القدس. إلا أن الهدوء لم يدم في هذه البلاد المقدسة. فبعد بضع سنين من النصر في حطين، شرع قائد صليبي شهير بالاستعداد لغزو مدينة القدس لاستردادها من أيدي المسلمين. ريتشارد قلب الأسد، ملك إنجلترا، الذي ذاع صيته في العصور الوسطى. وبعد قليل سترون كيف كانت المواجهة بينه وبين صلاح الدين. أهلا بكم في عالم العجائب. موضوعنا اليوم هو علم الإسلام الدفين المكتم، وكيف سرقنا نحن المسيحيين الأوروبيين هذا العلم، وأنكرنا وما زلنا ننكر إلى يومنا هذا أنه أصل علومنا الحديثة. حاكمان شهيران في زمن الحملات الصليبية يستعدان للمواجهة، السلطان صلاح الدين الذي استرد القدس من أيدي الصليبيين، وريتشارد قلب الأسد أحد أقدم وأعنف محاربي العصور يريد استرداد القدس بأعنف الوسائل، إلا أنه أخفق في تحقيق هدفه. لذلك حصل أول اتفاق دبلوماسي في تاريخ القدس، وبقي صلاح الدين منتصرا، إلا أنه لم يعلم أن الصليبيين قد بدأوا يسلبونه ما هو أغلى وأنفس من ذلك. سنة 1187 هزم السلطان صلاح الدين الصليبيين في معركة حطين واجتاح القدس. فبعد حوالي 100 سنة من السيطرة المسيحية سقطت المدينة المقدسة في أيدي المسلمين. وفي ذلك الوقت أحرز المسلمون قفزة نوعية كبيرة في مجالي العلوم والتقنيات. وبفضل حنكة صلاح الدين السياسية حصل تقارب بين المسيحيين والمسلمين. إلا أن زعيم الفاتيكان البابا غريغور 13 كان مستاء من ذلك ومن سقوط القدس في أيدي المسلمين، وطالب بإعادة احتلالها الفوري، وحرض القادة المسيحيين الأوروبيين على ذلك، ونادى بحملة صليبية ثالثة. Einer der europäischen Herrscher, die sich der Aufgabe stellen, وكان من أوائل القادة الأوروبيين الذين انبروا لهذه المهمة ريتشارد قلب الأسد، الذي ذاع صيته في العصور الوسطى، وكان لقوته وشجاعته يكنى بقلب الأسد. وبعد موت القيصر الألماني فريدريش بارباروسا قبل سنتين من موعد تنفيذ خطته لاحتلال القدس، سار قلب الأسد إلى جنوب إيطاليا سنة 1190. وكان عازما كل العزم على أن يجعل لنفسه اسما وشرفا في فلسطين. Seine Flotte bricht im Frühjahr 1191 von Sizilien aus auf. لذلك أبحر أسطوله سنة 1191 من صقلية إلى قبرص، ثم إلى ميناء عكا في شهر نيسان لنفس السنة. وكانت المدينة منذ الهزيمة سنة 1187 تحت سيطرة المسلمين. وبعد حصار طويل دام عدة أشهر استطاع قلب الأسد اختراق حصون عكا، وأحدث في الناس مقتلة عظيمة، وأسر منهم 3000، وطالب صلاح الدين بالفدية. Die Nachricht von Richards Ankunft und Eroberung von Akkon alarmiert den Sultan. ولما تناهى الخبر إلى أسماع السلطان صلاح الدين شعر بالخطر، وعلم أن عليه تعزيز دفاعات مدينة القدس وحصونها لحمايتها ومنع اختراقها. السلطان صلاح الدين كلفني وأستاذي بهاء الدين بتحضير سائل حارق اسمه النار اليونانية، لأن اليونانيين كانوا أول من استخدموها. لقد أخذ المسلمون في بادئ الأمر علومهم من حضارات أخرى كاليونانية والفارسية والهندية، وطوروها تطويرا كبيرا. وبعدها كانت الهند.
وكانت هذه هي منابع العلوم العربية. Das Gemisch entzündet sich sehr schnell und wird in tönerne Gefäße abgefüllt. إن هذا الخليط السريع الاشتعال يعبأ في أوعية فخارية تضرم في فتائلها النار وتلقى على المهاجمين. Der Pyrotechniker Petrotter demonstriert, wie das griechische عالم الحراريات بيتروتر يبين لنا كيفية عمل النار اليونانية ويحضر هذه الأوعية الحارقة في ورشته بميونخ، وقد أخذ طريقة صنعها من مخطوطات ورسومات يدوية لمخططي حروب عرب تعود إلى العصور الوسطى. هذا الوعاء يحتوي على مادة النفتالين والبتروليوم والكبريت والسلبيتر. والآن إلى التجربة. Es funktioniert. Die Flüssigkeit brennt wie Zunder. نجحت التجربة، والسائل يشتعل بقوة، ويمتاز بأنه من العسير إطفاء ناره إلا عن طريق الرمل الذي لم يكن بحوزة المقاتلين إذ ذاك، ولا ينفع الماء في إخمادها. Während sich Saladins Truppen für Jerusalems Verteidigung rüsten, befindet sich der Sultan. بينما كان جنود صلاح الدين يستعدون لحماية المدينة، كان هو في حيرة كبيرة، وكان أمر الرهائن في عكا يقلقه أشد القلق، فهو مشفق عليهم من جهة، ولا يريد أن يخضع لابتزاز قلب الأسد له من جهة أخرى، حتى لا يؤوله هذا ضعفا. ويرفض صلاح الدين دفع الفدية محسورا يملأ الهم قلبه، ويعد نفسه لمواجهة الفرنجة الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مهاجمة القدس. الأستاذ بهاء الدين يريني سلاحا آخر نحارب به الفرنجة، إنه مسحوق أسود أشد خطورة من الأوعية الحارقة. أيعقل أن يكون هذا المسحوق خطيرا؟ لا أظن ذلك. يا إلهي، وكأني بهذا المسحوق مصدره جهنم، ولكن كيف سنستخدمه ضد الفرنجة؟ لقد طور الأستاذ لهذا الغرض ناقلا طائرا يكذف على العدو ليفادينا خطورة الاقتراب منه والاشتباك معه. بيتروتر يجرب هذا السلاح الذي يعود إلى العصور الوسطى. هذا هو الصاروخ العثماني الذي يكون مملوءا بالمسحوق الأسود ويطلق على العدو، إلا أن حجمه الأصلي أكبر من هذا الأنموذج بكثير، ويصنع من المعدن، لذلك كان ثقيلا لا يستطيع الطيران لمسافات طويلة، والآن لنرى إن كان يستطيع الانطلاق. لقد انطلق، إلا أن قدرته على الطيران سيئة. إنه يحمل نفس فكرة الصواريخ التي نطلقها في عيد رأس السنة الميلادية، فهذا جسم الصاروخ، وهذا الجزء الدافع منه والمملوء بالمسحوق الأسود، وفيه ثقب صغير في أسفله لإكسابه قوة دفع النفاثة، وهذه قداحته. وكما أسلفنا فإن الصاروخ العثماني كان ثقيلا لا يستطيع الطيران لمسافات أطول من هذا الأنموذج الذي بين يدي. لقد طور المهندسون المسلمون علاوة على الصواريخ والأوعية الحارقة دبابات قتالية لدك الحصون مع حماية المحاربين بداخلها من السهام والأوعية الحارقة. لم يستطع صلاح الدين على الرغم من عظم جيشه وتفوقه على الفرنجة عتادا وعدة تحرير الرهائن في عكا، وبعد أن رفض دفع الفدية قام قلب الأسد بإعدامهم جميعا وقرر مهاجمة مدينة القدس. Ein
Einige Kilometer vor den Toren der Stadt muss sein Tross anhalten. Richard ist krank geworden. وعلى بعد بعض الكيلومترات من بوابات المدينة مرض ريتشارد مرضا شديدا وعجز طبيبه عن معالجته حتى أشرف على الموت. Es gibt aus der Zeit der Kreuzzüge tatsächlich einen Erlebnisbericht eines. لقد بلغنا فيما بلغنا أن طبيبا عربيا استدعي في زمن الحملات الصليبية إلى حصن مسيحي ليشهد بنفسه طريقة معالجة طبيب نصراني لامرأة تعاني من مرض نفسي، وقد حلق لها طبيبها النصراني شعر رأسها وزرع لها تحت جلدته صليبا ظنا منه أن هذا سيبرئها ويعافيها. Während man in Europa noch versucht, Krankheiten mit Magie oder Gebeten zu heilen, führen arabische Ärzte. بينما كان الأوروبيون يعالجون الأمراض عن طريق السحر أو الصلوات، كان الأطباء العرب يجرون لمرضاهم عمليات جراحية معقدة بعد أن برعوا في علم التشريح، مما جعلهم قادرين على إجراء عمليات جراحية في العظام والأعضاء الداخلية، وطوروا أجهزة تقنية تساعدهم في فحص مرضاهم. هذا جهاز صنع لقياس كمية الدم بعد الفصد، تمت إعادة بنائه حسب رسم من القرن الثاني عشر، وأمثل لذلك بصب الماء في هذا الوعاء الصغير حيث يصل الدم إلى هذا الوعاء الأسطواني في الأسفل الذي يحتوي على عوام يحرك هذا النظام مع ارتفاعه. Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten. إن هذه المؤشرات التي بنيت على شكل دمى في أعلى الجهاز تساعد في تسلية المريض وتخفيف معاناته، وتحتوي في أسفلها على مؤشرات تشير إلى كمية الدم المسكوبة. لا أفهم ذلك. ملك الفرنجة قلب الأسد مريض وعلينا معالجته. هل جن السلطان صلاح الدين؟ الأستاذ بهاء الدين يعرف السبب، إلا أنه لا يريد أن يبوح لي به. عدونا اللدود مريض ويجب علينا معالجته ونحمل له هدية أيضا. إلى ماذا يهدف السلطان من وراء هذا؟ Im Frankenlager auf unsere Ankunft vorbereitet sind, bin ich gespannt, wie uns die Ungläubigen empfangen werden. على الرغم من علمهم بقدومنا، إلا أني لم أدري كيف كان هؤلاء الكفار سيستقبلوننا. Unseren Gegnern. Die Kreuzritter begegnen. لم أقترب منهم مثل هذه المرة من قبل. كان استقبال الصليبيين لنا باردا كل البرودة. وشعرت بالعداء المكبوت في صدورهم. Der König liegt in seinem Feldbett und sieht sehr geschwächt aus. الملك نائم في سريره ويبدو في غاية الضعف. أستاذي يفحصه ويعلم على الفور سبب مرضه. Schnell wird ihm klar, an was Richard Löwenherz leidet. Er muss sich falsch ernährt haben. Von dem fränkischen Arzt لقد أساء التغذية. فقد علمنا من طبيبه الإفرنجي أنه قصر طعامه خلال الأسابيع المنصرمة على اللحم المجفف، ولم يتناول شيئا من الخضار والفاكهة فسقم. الأستاذ يطمئن طبيبه الإفرنجي ويقول له أنه سيبرأ قريبا إن تناول الفاكهة الطازجة بشكل كاف وتمت العناية به في محيط نظيف. Im 10. Jahrhundert üblich war, dass die Häuser eigene Wasser zu- und ableiten. بينما كانت بيوت المسلمين في القرن العاشر مجهزة بدورات إمداد وتصريف للمياه، وكانوا يذهبون يوميا للحمامات لتنظيف أنفسهم، كان الناس في المدن الأوروبية يسيرون في الشوارع بأحذية خشبية عالية جدا لتفادي كميات البراز المتراكمة في الشوارع. هكذا كانت أحوالهم الصحية إذ لم يكتف المسلمون بإيصال الماء إلى البيوت السكنية في المدن، بل قاموا أيضا بإيصاله إلى الحقول الزراعية عن طريق السواق الممثلة بهذا الأنموذج، حيث تقوم هذه العجلة المدفوعة بقوة جريان الماء بنقله إلى هذه الأسطوانة اللولبية
التي توصله إلى الحقول والمزارع بكميات كبيرة. Ich bin ganz aufgeregt. Ich darf dem ehrwürdigen Sultan. إني منفعل جدا. فلم أقترب من هذا السلطان المبجل مثل هذه المرة من قبل. وقد عرفت الآن لماذا أرسلنا إلى معسكر الفرنجة لعلاج قلب الأسد. لقد أراد بهذا إنهاء الصراع بطرق دبلوماسية. لم يكن صلاح الدين قائدا قويا فحسب، بل كان أيضا سياسيا محنكا لا يشك له غبار. لقد أراد استغلال مرض قلب الأسد من أجل إحداث التقارب بين المسيحيين والمسلمين، وقد نجحت خطته. فها هو قلب الأسد يدرك أنه لا يستطيع استرداد القدس ويقبل بعرض صلاح الدين، وتبقى القدس بيد المسلمين ويحتفظ النصارى بالمدن الساحلية يافا وعكا وصور. وأدت خطة صلاح الدين إلى أول تقارب بين المسيحيين والمسلمين في التاريخ. وبعد سنتين من الحصار سنة 1192 انسحب الجيش الصليبي من فلسطين. يبدو أن السلام المنشود قد عم، إلا أنني لست سعيدا، فأستاذي مريض يصارع الموت. وها هو يضع في كامل ثقته ويعطيني كنزه الثمين، كتاب رسومات علمائنا، ويعينني له خليفة. يا أستاذي، ماذا سأفعل بدونك؟ An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz kurz die neue Ausgabe unseres Welt der Wunder Magazins vorstellen. Diesmal eine sehr spannende Geschichte über die CIA, die heimliche Schattenmacht in den USA. Jetzt für Sie am Kiosk und natürlich auch im Abo. Um das Jahr 1215 herum ist neben Toledo und Cordoba. سنة 1215 كانت باليرمو بالإضافة إلى توليدو وكورغو في إسبانيا أحد مراكز العلوم الإسلامية، والسبب في ذلك كان القيصر الألماني فريدريش الثاني الذي كان يمكث الأوروبيين المتخلفين من أعماق قلبه ويشجع الحضارة والعلوم العربية. لذلك كان كالشوكة في حلق الكنيسة التي كانت تسعى في سرقة العلوم الإسلامية من جهة، ونحر مشروع التقارب بين الشعوب من جهة أخرى. وسترون كيف حصل هذا بعد قليل في عالم العجائب. Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Heute geht es um das geheime Wissen des Islam. أهلا بكم في عالم العجائب. موضوعنا اليوم هو علم الإسلام المكتم. الإسلام يجيز لعلمائه تطوير وتحسين نتائج أبحاث الحضارات الأخرى، والرياضيات خير مثال لذلك، حيث يستخدم العالم اليوم الأرقام العربية وإن كانت هندية الأصل. ولو قرنا هذا الرقم العربي بنظيره الروماني لوجدنا الفرق شاسعا بين قصره وسهولته كتابته وطول وصعوبة كتابة نظيره الروماني الذي يتألف من خليط من الأرقام المعقدة. وبينما أسلم العرب علومهم ومعارفهم ومصادرها، طمستها وأنكرتها أوروبا المسيحية. سنة 1190 شرع قلب الأسد بحملته الصليبية على فلسطين لإرسداد القدس من أيدي المسلمين، وتمكن من تحقيق بعض الانتصارات، إلا أنه أخفق في استرداد القدس وقبل بعرض صلاح الدين في أن ينسحب الصليبيون من فلسطين مقابل السماح للحجيج النصارى بزيارة القدس. وقد أدى هذا التقارب إلى تدفق العلوم الإسلامية على أوروبا، ولم يعلم المسلمون إذ ذاك أن الإسلام سيخسر بهذا تفوقه العلمي. أوروبا dagegen profitiert von der Entwicklung. وقد استفادت أوروبا من ذلك، فها هي العلوم والتقنيات الإسلامية تصل إلى أوروبا، وبالأحرى إلى صقلية مقر القيصر الألماني فريدريش الثاني الذي ترعرع بين المسلمين وكانت عربيته أفضل من ألمانيته. Er steckt in einem Dilemma.
وقد أدخلته الكنيسة في دوامة، فهي تحرضه كقيصر ألماني مسيحي على الشروع بحملة صليبية لاسترداد القدس من أيدي من ترعرع بينهم ويشعر أنه أقرب إليهم من أبناء جلدته. ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لنقد الكنيسة له، إذ أنه كان يدرس علاوة على ذلك العلوم والتقنيات، وكانت الكنيسة ترى في ذلك عملا كفريا. لقد كان فريدريش شديد الإعجاب بالعلوم الفلكية الإسلامية، إذ كانوا يستخدمون ساعات دقيقة لمراقبة مسارات النجوم والكواكب. هنا نرى أنموذجا لساعة دقيقة من القرن الثاني عشر، حيث تقسم الساعة إلى أجزاء دقيقة ويملأ هذا الوعاء بالماء الذي يخرج منه خلال ساعة من ثقب في أسفله، وعن طريق نقصان الوزن في الجهة اليسرى يتم ضبط الوقت عن طريق المؤشر في الجهة اليمنى. Nach dem Tod meines Meisters Bahadin bin ich. بعد موت أستاذي بهاء الدين أصبحت أنا ابن الأثير خليفته، وصرت أدرس العلوم الإسلامية ومكاسب علمائنا للناشئة المسلمة في صقليا أكثر فأكثر. Ich fühle mich wohl im Land der Franken. وإني لأشعر بالراحة في بلاد الفرنجة، لأن حاكمها معجب بحضارتنا، مقبل على علومنا، يدرسها بنهم كبير. ليس من العجيب أن علماء مسلمين كانوا يعيشون في صقليا في القرن الثالث عشر، فقد كانت المناطق المجاورة لها إسلامية تعج بالمسلمين. Der Kaiser hat mich an seinen Hof gebeten. لقد استدعاني القيصر إلى بلاطه لأعرض عليه إنجازات علمائنا المسلمين، فقد كان معجبا برسومات أسلافنا وأراد دراستها. Bei unserem Zusammentreffen berichtet mir von dem Konflikt mit den Oberhäuptern seiner Kirche und von. وأثناء لقاءاتنا كان يحدثني عن صراعاته مع رجالات الكنيسة وعن الحرب المخشية بين المسيحيين والمسلمين. كانت علاقة الصداقة هذه بين القيصر فريدريش والمسلمين بالنسبة للكنيسة كشوكة في حلقها تزداد كل يوم فيه انغماسا، ولم تكن تخشى انتشار العلوم الإسلامية في أوروبا والتي ستلهي الناس عن المسيحية فحسب، بل كانت قلقة أشد القلق من تعاظم تأثير المسلمين على هذا القيصر، وهذا كله مجتمعا سيؤدي إلى إضعاف سلطانها، لذلك كان تعطيل هذا المشروع هدفها المنشود. إلا أن سلطة القيصر كانت ما زالت قوية تحمي العلماء المسلمين هناك، ولم تستطع الكنيسة فعل شيء. وعلى الرغم من تخوف رجال الكنيسة من انتشار العلوم العربية الإسلامية، عكف رجال الكنيسة على دراستها بدقة. وبدأوا بترجمتها. لقد تمت في ساليرنو ترجمة 25 مجلدا إلى اللاتينية دون أن تعرف أسماء مؤلفيها الحقيقيين، وكان هذا نهجا عاديا في أوروبا العصور الوسطى. ولم يعلم أن هذه الكتب تعود لمؤلفين عرب إلا في القرن العشرين. الأجواء مشحونة، وبدأت أشعر بعدم الارتياح وأني غير مرغوب في هنا.
Mit dem Tod Friedrichs im Jahr 1250 stirbt der größte Förderer von Forschung. وبموت فريدريش سنة 1250 مات أكبر مشجع للعلم في أوروبا. وهذه فرصة الكنيسة لإنهاء التقارب مع المسلمين ونبذ علمهم. Mit Friedrich dem Staufer endet sozusagen die Zeit des Austausches. بموت فريدريش الثاني انتهى عصر التبادل العلمي وبدأ عصر الكراهية والبغضاء. Die Kirche konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle. وصادرت الكنيسة كتب ومخطوطات ورسومات ونماذج فريدريش التي أخذها من العرب وعكف على دراستها. وهكذا بدأت أكبر عملية سرقة للعلم والمعرفة في تاريخ البشرية. Zusätzlich verbannen die Kirchenoberen die muslimischen Wissenschaftler vom. وتم نفي العلماء المسلمين من البلاط. Was ist nur geschehen? Der aufgeschlossene Kaiser ist tot und die Kirche hat nur das. مات القيصر صاحب العقلية المنفتحة. وكانت الكنيسة تنتظر ذلك بفارغ الصبر. وفشلت مهمتي في التقريب بين الحضارات وطردت من هذه البلاد. إن العلم الإسلامي الذي دام أكثر من 800 سنة والذي كان حصيلة جهود عباقرة علماء المسلمين لم يضع بل سرق. Bücher, Manuskripte und Skizzen verschwinden in كتب ومخطوطات ورسومات اختفت في غياهب مظلمة وطمست أسماء مؤلفيها العرب إلا أنها عادت لتظهر من جديد بعد مئات من السنين. Erst Jahrhunderte später tauchen die Aufzeichnungen wieder auf. Europäische Wissenschaftler wie Leonardo da Vinci oder وبدأ علماء أوروبيون أمثال ليوناردو دافنشي وغاليليو غاليلاي يعملون على أساس نتائج أبحاث علماء مسلمين دون أن يعلموا أسماء مؤلفيها الحقيقيين. تعاني الكرامة الإسلامية اليوم من جهودنا في الغرب لإنجازات الإسلام العظيمة. ويعاني كثير من المسلمين من عقدة الشعور بالنقص تجاه التفوق العلمي الغربي، وذلك يعزى إلى جهلهم بإنجازات أسلافهم، ولأنهم لا يعلمون أن ما وصلنا إليه اليوم من تقدم علمي في مجال الضوء والطب والهندسة والقياس الزمني ما كان ليكون لولا اختراعات علماء المسلمين. ولو أن الغرب عرف كم من مكاسب حضارته الغربية منشأها الحضارة الإسلامية لزاد احترام هاتين الحضارتين لبعضهما البعض. Das Buch des Wissens, von dem wir in unserem Film geredet haben, das gibt es übrigens. كتاب العلم الذي أسلفنا ذكره في برنامجنا آنفا موجود فعلا على شكل 5 مجلدات اجتهدت جامعة غوته في فرانكفورت في تأليفها، وتمت إعادة بناء كثير من المخترعات الموجودة فيها والتي أسلفنا ذكر شيء منها، وهي معروضة في فرانكفورت لمن يريد الاطلاع عليها. وللمزيد من المعلومات زوروا هذا الموقع. وبهذا نأتي إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم. نحن لا نستطيع من خلال هذا البرنامج حل النزاعات بين الحضارات، ولكننا نتعلم من بعضنا البعض ونأمل أن نحلها في يوم من الأيام. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.